النهارده ذكرى ميلاد الفنانه عزيزه حلمي اللي اجادت واشتهرت بتمثيل دور الام في السينما المصريه، ومن اشهر افلامها ظلموني الناس وحماتي القنبله الذريه وسيده القطار والملاك الظالم والوساده الخاليه وشاطئ الاسرار. خلينا نتابع. تحل اليوم 6 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي التي أجادت واشتهرت بتمثيل دور الأم في السينما المصرية. ولدت عزيزة حلمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد. أسند إليها المخرج أحمد بدرخان دوراً في فيلم قبلني يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946. الغنوة دي فكرتني بغنوة كان أبوك يحبها موت. إيه دي يا ماما؟ غنوة أسمر ملك روحي. تعرف يا ماما غنوة عطشان يا أسمراني محبة، ولا غنوة حبيبي بحبه الأسمر، ولا غنوة البياض أحلى ولا السمر أحلى؟ هي يا ماما، هو البياض أحلى ولا السمر أحلى؟ والله أنت رايقة يا سميحة. تزوجت عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني بعد أن تعرفت عليه في المعهد وأنجبت منه ابنها الوحيد. اشتهرت الفنانة عزيزة حلمي في معظم أفلامها بتجسيد دور الأم، ومن أشهر أفلامها ظلموني الناس وحماتي قنبلة ذرية وسيدة القطار. عملت عزيزة حلمي في الإذاعة مع محمد محمود شعبان أو بابا شارو في برنامج عذراء الربيع، ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل عيلة مرزوق أفندي الذي قدمته الإذاعة على مدى سنوات طويلة. ومن أشهر أعمالها في التلفزيون مسلسل القاهرة والناس ودموع في عيون وقحة ورأفة الهجان. ما لو كل واحد فينا عمل اللي عليه ما كانش ده بقى حلنا.